بنرحب بالاستاذ صلاح دياب في نادي الزمالك، ودي زياره ثانيه، واحنا كان في خلافات قديمه كبيره ويعني من زمان، لكن في النهايه كانت خلافات على محل، يعني كانتش خلافات شخصيه. اولا ما حدش يزعل من مرتضى، هو راجل عصبي، انما ما حدش يزعل منه لانه عمل عمل لا يبارى ولن يتكرر. بس ايه رايك في النادي بقى؟ شفته شيء، بقول لك انقلاب والله العظيم، وانا بتكلم بجد. تاني عدى كل ده الحمد لله. ايه؟ احنا بنبدا صفحه جديده مع استاذ تجاوز. وهياخد محل على جامعه الدول العربيه ان شاء الله باذن الله، وهياخد محل هنا من جوه النادي برضه لابوار، يعني ينور النادي سواء جوه او بره ان شاء الله. واحنا بناكد ان مفيش خصومه شخصيه مع اي حد. لا اللي كانت الخصومه كانت نزاع قضائي على محلات في النادي، وانتهت الحمد لله، وان شاء الله باذن الله نشوف لابوار جوه النادي. وانتهى النزاع بهزيمه منكره ليا وانتصار عظيم في مرتضى. شرفت يا فين احمد؟ يعطيه سلامة.